رجعنا لكم بفقرة الفتنس الجميلة المفيدة مع زاك تيم ويوسف العوادلي. منور يا زاك. ربنا يخليك يا سلطان. ازيك يا زاك حبيبي يا سلطان؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا عالمي؟ كله تمام الحمد لله. والله ربنا يخليك حبيبي. عامل ايه يا جوجو؟ زي الفل الحمد لله. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. هنتكلم النهارده على الام ام اي الجميل بتاعنا. تمام. عايزين يوسف بقى يكلمنا شويه عن يعني ايه قصتك مع الام ام اي يا جو؟ بص، انا لعبت لعبه اسمها موي تاي من 3 سنين بالظبط. هي اللعبه دي كلها معتمده على الكعان وعلى الركب. لعبت اللعبه 1 سنة و4 شهور، بعد كده حصلت لي حادثه موتوسيكل، عملت شريحه ومسامير في رجلي عشان عظمه الفخذ اتكسرت كسر مضاعف. بعدين قعدت بالظبط 1 سنة بالعكاز، خلاص بقى اللي هو فقدت الامل في اللعبه وانا مش هرجع العب تاني. اخدتها واحده واحده، بدات الاول الفيتنس وانزل اشتغل على نفسي شويه وجري. زاك كلمني قال لي ما ترجع تاني. طبعا صانع الابطال. طبعا ده بتعامل مع غوريلات، هو ما بيتعاملش مع بني ادمين. قال لي ايه رايك ترجع تلعب تاني وكده؟ قلت له يا زاك بس انا دلوقتي رجلي ضعيفه، ولو اخدت ضربه لا قدر الله. قال لك رجلك دي يعني مش بنحتاجها يا ابني، تعالى. قال لي لا لا لا، رجلك ايه، تعالى. اشتغلنا على بعض ورحت وبدات مع زاك، دخلت في موضوع الميكسد مارشال ارتس اللي هو الام ام اي، عشان هي شامله كل حاجه، الماي تاي والبوكسنج والكيك بوكسنج والبرازيليان جوجيتسو، فهي لعبه شامله كل حاجه. بس بدانا تركيز على البرازيليان جوجيتسو عشان ابتدي اتلاشى موضوع الرجل الاول لغايه ما الرجل ترجع زي ما هي. لعبت ولا حاجه ثانيه؟ بالظبط. عامل ايه يا زاك؟ الحمد لله يا سلطان. ما شاء الله عليك، دايما مفعم بالامل كده ومتبص الامل في قلوب المتعورين. حبيبي. لا هو يوسف طبعا يعني عوادلي من الناس الابطال، بس موضوع الحادثه ده الحمد لله برضه ما قصرش فيه. برافو. الراجل رجع تاني احسن من الاول. بس وطبعا الناس تبقى عارفه ان الام ام اي دي بتجمع بقى الالعاب القتاليه كلها. يعني احنا جينا فتره اتكلمنا على الكيك بوكسنج واتكلمنا على الماي تاي وقلنا البرازيليان جي جيتسو، فالام ام اي مجمع بقى كل الالعاب القتاليه دي. لعب فوق على الواقف اللي هو السترايكنج، وانا واقف بلعب ايد ورجل، ولعب على الارض اللي هو الايه البرازيليان جي جيتسو. حلو جدا، رائع. تجربه يوسف بالنسبه لك كانت حاجه، كان يعني شيء ملهم جميل. انا شفتك بتمرن قبل كده، يعني ناس بتعمل تجارب عظيمه يعني. بالظبط. يوسف كان الموضوع بالنسبه لي كمان تحدي، علشان يوسف كان قايم من موضوع المسامير والشرايح ده، فكان خطر، لان الضرب عندنا في الام ام اي قوي. لو انت مش مجهز 100%، يعني مش هنتكلم 99 100% مش مجهز 100%، بيبقى الموضوع لا خطر. فالفكره كلها طبعا بدأنا مع بعض، يعتبر تقريبا بعد الحادثة تقريبا بدأنا من صفر، واحدة 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 بدأنا نقوي الجسم، بدأنا ان احنا نظبط العضلات بتاعتنا عشان تستحمل الضرب، وبعد كده بدأنا نلعب اللعبة ايه بتاعتنا الام ام ايه، والحمد لله يعني بقى بلعبها بشكل كامل دلوقتي. رجعنا رجعنا للريكفري ب 100% خلاص الحمد لله. طب احنا عايزين نعرف الناس ازاي الفرق ما بين الجودو والام ام ايه، عشان في ناس بتخلط ما بينهم. تمام. لعبة الجودو عموما هي لعبة بتعتمد ان انا لازم اكون لابس بدلة، خلاص. الام ام اي ما بيكونش لابس حاجه غير شورت والجلافزات بتاعتي. الجودو ما فيهاش اي نوع من انواع الجلافزات خالص، ما فيش اي ضرب في الوش خالص ولا ضرب في الرجلين. الجودو هي عباره عن ان انا بحاول ان انا اوقع اللعيب اللي قدامي على ظهره، علشان هو كده بيبقى بالنسبه له خسر. تمام. اسمها ايبون. فالفكره كلها الام ام اي شامله بقى الجودو وشامله المصارعه الروماني وشامله البوكسنج والكيك بوكسنج والبرازيلي جيتسو، يعني شامله كل حاجه مع بعض. فالفكره كلها ان الناس ما تخلطش بين الام ام اي والجودو، لان الام ام اي شامله الالعاب القتاليه كلها، اسمها ميكسد مارش ارتس، الالعاب القتاليه المختلطه. حلو جدا. بس كده احنا فهمنا الناس. يوسف عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. كله فل؟ كله تمام. تقدر تكلمنا مثلا عن تاريخ رياضه الام ام اي، او يعني او انت حبيتها ازاي؟ لا سيبك من تاريخ رياضه الام ام اي ده، زكي يقول لنا عليه. انت اخترت ليه بالذات الام ام اي تحديدا؟ بص، هي الام ام اي الناس دلوقتي اغلبيه الناس بتروح الجيم وواخده على روتين الجيم اللي هو كل يوم جيم جيم جيم، وبعد كده لما تبطل اسبوع او تلاقي نفسك جسمك بينزل تاني وكل حاجه. الام ام اي بتديك كل اللي انت محتاجه، بتديك قوه بدنيه، بتديك الجسم اللي انت عايزه. محدش بيقول هي اللعبه دي بتخسس او حاجه، كل الكلام ده معتمد على اكلك ونظام النيوتريشن اللي انت ماشي عليه، ملهاش علاقه خالص ولا بجيم ولا بام ام اي. انا هتمرن هحط 100% مجهود في اللي انا بعمله ده، هحط 100% نيوتريشن صح، هوصل للشيب اللي انا عايزه مع قوه بدنيه. الجيم هوصل للشيب اللي انا عايزه بس مش مع قوه بدنيه زي اللي هيوصلني بيها. حلو جدا. يعني زاك مثلا لما بيمرننا في التمرين او حاجه،
العبوا مثلا يلعب النهارده خش 50 عقله يلا ماشي اخش 50 عقله اقول له خلاص انا خلصت يقول لي لا طبعا بعد ما تكون خلاص انا وصلت ليميت لا دوس على نفسك اكسر الحاجز اللي هو اخر ليميت بالنسبه لك فيه شجعك طبعا دايما وبيطلع احسن ما فيك شجعني بقول له انا دايخ في التمرين بيروح ضاربني نازل فيها ضرب والله يغمى عليك لازم يعني دايخ, دايخ دي يعني دايخ لسه في يعني لسه في نفس يعني ازاي والله والله زي ما تموتش دلوقتي حالا لا بجد برافو عليكم انتوا الاثنين والله طيب يا زك قول لنا ايه الفنون القتاليه الممنوعه بص هقول لك حاجه مفيش فنون قتاليه ممنوعه على قد ما في ضرب ممنوع في الفنون القتاليه تمام الضرب الممنوع في الفنون القتاليه اولا طبعا الضرب تحت الحزام تمام الضرب في الزور ما ينفعش اخش اضرب حد في تفاحه ادم عشان دي يا جماعه مش بتاعتي خلاص ما ينفعش اضرب ورا الراس خطر ما ينفعش اكسر ركبه ما ينفعش اضرب بالظبط ما ينفعش اضرب حد يبقى واقف اضربه ستريت في ركبته اكسرها تمام ودي طبعا اتعملت في الاتحاد بتاع يو اف سي اللي هو وبيبقى عقوبتها ايه بقى ولا ايه اللي بيحصل ازاي؟ بص الحكم بيبقى في الماتش خلاص وحسب بقى قرار حكام يعني ممكن يخصم منك نقطه ممكن يسجل لك سجن بقى ما تعرفش اللي ممكن يحصل لو بره هيفهم هتتسجن على طول بس لو جوه القفص انت الحكم حسب القرار يا اما يخصم منك نقطه ويوقف الماتش يا اما يلغي الماتش خالص يقول لك لا خلاص الماتش ملغي وتحاسب الخصم لان ممكن الخصم ضربه زي دي تاثر عليه ان هو ما يقدرش يكمل الماتش فهتضطر انك توقفه فالراجل مش عارف يلعب هتعمل ايه لا وقف الماتش وتحاسب للايه يتحاسب للخصم التاني طب احنا سمعنا ان في مؤسسه اسمها مؤسسه يو اف سي بالظبط كنا عايزين نعرف نتكلم عنها اللي هي التيميت فايتنج تشامبيونشيب المؤسسه دي اتعملت بره سنه 93 خلاص عشان تبتدي تجمع اللعبه تحت رولز معينه وتحت منظمه هتقدر تجمع فيها اللعيبه ويلعبوا تحت تايتلز واوزان معينه عشان ما يبقاش الموضوع زمان كانت بتتلعب ممكن واحد وزن خفيف يلعب واحد هيفي ويت بالظبط فبداوا يجمعوا بعض في المنظمه بتاعت يو اف سي دي ودي من اشهر المنظمات دلوقتي على مستوى العالم خلاص علشان خاطر نجمع اللعيبه يلعبوا مع بعض عشان برضو الناس تبقى فاهمه اليو اف سي دي عشان الناس كتير قوي ارتبطت بفكره الماتش اللي فات بتاع خبيب وماكريجر خلاص الماتش ده كان من اقوى ماتشات اليو اف سي في تاريخ اليو اف سي خلاص كان ما بين المسلم خبيب وما بين ماكريجر خلاص الماتش ده يعني تقريبا شاف اكتر مشاهدات عدد جمهور على مستوى العالم يعني فهي الفكره كلها ان هم عملوا المنظمه دي عشان يبتدوا يقننوا اللعبه شويه بقوانين يبقى بدل ما الناس بتفايت في مثلا حاجه فايت ستريت فايت في شوارع او بيبقى في كلابات او حاجه تحت الارض اندر جراوند بدأوا يعملوا حاجات ان هي لا انا هبتدي بقى الناس يخشوا جوه الكيج يلعبوا في حكام في منظمه في جمهور في تذاكر في سبونسرز بتخش معاهم فهي دي الفكره كلها بقى بس طيب زك يوسف تعافى من حادثه وكان مركب شرايح في رجله وما شاء الله عليه قدر يقاوم وقدرتوا مع بعض تعملوا ان انتوا يرجع تاني امتى تقدر تقول ان انا كده تمام يوسف مش يعني مش محتاج ان هو يتمرن تاني او وانت يا يوسف يعني انت قول لي الاول بص سلطان هو الفكره كلها عشان بس الناس ما تبقاش فاهمه غلط ان مفيش حاجه اسمها ليميت للتمرين يعني مفيش اخر يعني ما ينفعش اجي اقول ايه انا كده اكتفيت خلاص انا خلصت تمرين كده فخلاص لا بالعكس كل يوم بتطلع حاجه جديده كل يوم الواحد بيستفاد في حاجه بتبقى اسمها اولد سكول وفي حاجه اسمها نيو سكول التطورات اللي في اللعبه احنا ممكن يكون في العاب بنلعبها من زمان قوي خلاص وفاكرين ان احنا نلعب صح بس الدراسات بتبتدي تقول لك لا ده انت دي فيه غلط انت لو ضفت الحته دي على التمرين هتديك قوه اكتر لو ضفت الحته دي على التمرين هتوصلك للسرعه اكتر فالفكره كلها ان التمرين ملوش اخر لازم كل يوم اطور من نفسي كل يوم اضيف لنفسي علشان خاطر اوصل زي ما بيقولوا كده ايه لاعلى مستوى ولما اوصل للقمه لازم احافظ على القمه دي ان انا افضل اتمرن عشان افضل محافظ لان الوصول للقمه سهل بس الحفاظ على القمه صعب فعشان احافظ افضل محافظ على القمه دي لازم افضل اتمرن وادوس على نفسي كل يوم واواظب على التمرين وده بصراحه اللي يوسف عامله يعني جيد. يعني عواد لي من الناس اللي انا لو حد تاني غيره بصراحه كان هيفقد الامل خلاص بقى انا ركبت شرايح مسامير في رجلي فانا هقعد في البيت خلاص هخرج مع صحابي هروح جامعتي هروح شغلي وهبقى كده تمام انا كده راجل عملت اللي عليا بالعكس الراجل داس على نفسه قال انا هرجع تاني من الاول وهروح وهعمل وهشتغل على نفسي وهاجي لحد فعلا لما وصل اللي هو عايزه واكتر بصراحه من اللي هو عايزه يعني بصراحه بقى من ضمن الناس اللي في الفريق القويه اللي انا بعتمد عليها لا يوسف النهارده هيخش تمرين انا عارف ان هو الراجل ده مش هبص عليه في التمرين الراجل ده من اعضاء تقريبا فريق زاك اللي هو الاقوياء اللي هو ممكن خلاص انت ممكن تمرن بس هو طبعا يقدر يقول لنا طبعا يعني على انا عايز من هساله دلوقتي حالا عواد لي الجميل انت دلوقتي عواد لي ايه
طموحك في الام ام اي مثلا بس؟ يعني انت هل حاطط لنفسك هدف في الام ام اي انا احققه؟ انا كنت ولا بتتمرن لحد ما توصل تجيب اخر كل حاجه ولا؟ بص، هو التمرين عامه احسن من اي حاجه. يعني انا لو النهارده مثلا قاعد يومي فاضي ما اتمرنتش، هتحس ان في حاجه ناقصه غلط، هتحس ان انت ما بينك وما بين نفسك في حاجه ناقصه. ايه اللي انا عايز اوصل له؟ انا كنت اول حاجه عايز اوصل لها ان انا بس ابتدي ادوس على رجلي تاني وارجع اجري واتمرن وكده، وعشان ارجع زي ما انا، مستوى زي ما انا دلوقتي. الحمد لله انا وزاك هنبدا نحضر لبطوله جايه عايز اخشها. انا قلت لزاك ده، زاك قال لي، انا قلت لزاك مثلا هيخاف على رجلي او حاجه، زاك قال لي هو ده صح، لازم نعمل كده، نحضر نبتدي نشتغل على البطوله من دلوقتي. دلوقتي الفتره الجايه دي كلها نبتدي نحضر لغايه البطوله الجايه، وربنا يكرمك ان شاء الله. برافو بجد والله. طب يا زاك، ايه اللي بتعمله عشان تشجع الناس اللي مش بتلعب ام ام اي، وايه النصائح اللي نقدر نوجهها لهم او نقول لهم على اللعبه اكتر؟ بص يا سلطان، هي ممكن تكون حاجه كوميديه شويه، بس بجد انا مثلا لو انا جيت في فتره كده شفت ناس بجد ماشيه في شارع او كده او جروب مثلا وبتاع، بتلاقيني رحت داخل عليهم ايه بتهريج، يا تعالى وبنعمل نفسنا كاننا ايه هنتخانق، وبعدين مره واحده انت تلعبوش ليه يا جماعه رياضه؟ فاصل احنا نفسنا نلعب رياضه بس مش عارفين. ابتدي بقى اقف اتكلم معاهم. بجد في ناس يعني بتفتقد لفكره ان انا ايه الرياضه اللي انا ممكن بالظبط، ايه الرياضه اللي ممكن العبها، إيه العب فين، انا مش ناس كتيره مشتركه في نوادي، ودي فكره ازاي. والتوعيه دي مهمه جدا. بص يا طن، حته ان الناس عندها بتفقد فكره الامل علشان انا مش مشترك في نادي، او ان الفكره محصوره ان انا لازم اروح نادي عشان العب رياضه، بالعكس خالص. الموضوع ده خالص بالعكس، انت ممكن تمرن في الشارع، ممكن تنزل تجري، اتمشى، المهم تعمل اي رياضه بحيث ان انت جسمك ما يقفش، ما يبقاش انت لسه شاب صغير ومش عارف تعمل حاجه. لا بالعكس، اتحرك، ابتدي اجري في الشارع، اطلع اسال عن اماكن تدريب، في اماكن عندنا كتير قوي بتمرن. خلاص ام ام اي بقى وبوكسنج وفيتنس، يعني مش شرط برضو الموضوع يبقى محصور في الام ام اي بس، العب فيتنس، العب كروس فيت، العب سويدي، انزل العب انت واصحابك كوره، في اجروا ساعه والعبوا كوره في الاسبوع، المهم نبقى في رياضه. بس طريقه تشجيع للناس، طبعا الناس بتبتدي لما تيجي الام ام اي ابتدي اشجعهم ان هو يلا موضوع رياضه جديده وهيضيف لنا، وهيبقى سيلف ديفنس ليك، وهتبتدي بقى منه تكتسب خبره في ان انت تبقى في يوم من الايام لاعب محترف، تقدر من ورا اللعبه دي تجيب فلوس، تقدر من ورا اللعبه دي تعمل فريق، تقدر من ورا اللعبه دي يبقى الموضوع شغلك. بس فدي الفكره احنا بنشتغل عليها طبعا. حلو جدا. ازيك؟ انا بالنسبه لي انا اقتنعت، انا معاك يا معلم. ام حبيبي انا والله بجد. انت نفسي تشرفني ان شاء الله. انا نفسي اعمل كده والله بجد، بس انا خايف على يعني منظر اللعبه. لا 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 بجد، خايف على سمعه اللعبه. لا لا بجد هتيجي تضيف والله العظيم في اللعبه. وبرده من ضمن الحاجات ان انا الحمد لله رب العالمين بحاول اطور الفريق بتاعي كتيم زاك، يعني ان شاء الله يكون من احسن التيمز في مصر باذن الله، إن شاء الله. مع الناس مثلا الناس ابطال زي يوسف وبقيه الفريق، طبعا مش عايز انسى اسم حد. وبنضيف ان احنا يبقى معانا سبونسرز، فالحمد لله لسه جاي لنا سبونسر قوي اسمه جلانا. الراجل ده يعني يبتدي بقى ان شاء الله يجيب مدربين بره مصر، ونبتدي نعمل حاجه كبيره في مصر، هنغير شكل ام ام اي عموما في مصر ان شاء الله، ودي خطتي اللي جايه. بس اللي احنا نعمل حاجه كبيره قوي قوي في مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه دي. مدربين بره مصر، هيجي ناس متخصصه برازيلين جيتسو، جيتسو، ناس متخصصه بوكسنج، ناس متخصصه كيك بوكسنج، عشان نبقى لمينا كل الالعاب بناس بروفيشنال، بحيث ان مصر تبقى بالناس اللي بتنافس فعلا الدول اللي بره، عشان احنا مش اقل من اي حد بره، بالعكس احنا عندنا خامه كويسه جدا، عندنا لعيبه قويه جدا جدا جدا، بس الفكره كلها الانظار مش علينا او الكاميرات مش علينا، عشان خاطر اللي احنا ايه، احنا نحول ده بقى انه يبقى احنا ان شاء الله باذن الله يعني هنحول القصه دي كلها بلعيبه قويه، ناس زي عوادلي بتبتدي تقوم من الاصابه بتاعتها تبقى اقوى من الاول. واحد تاني انا مش عارف العب، هيبتدي يلعب، هيبتدي يكسب خبره، هيبتدي يدوس في الموضوع بتاع الام ام اي، فهيبتدي يبقى قوي، لان الام ام اي بجد دلوقتي بقت من الالعاب المنتشره على مستوى العالم كله. ميكس مارشال ارتس بقت مسيطره تقريبا على اغلب انحاء العالم، يمكن دلوقتي بدات تعدي كره القدم، يعني بقت ناس عندها ثقافه الام ام اي اكتر من كره القدم شويه. بس برافو عليكم بجد، وانا مبسوط بيكم جدا والله. وازيك دايما مبسوط بالامثله الجميله بتاعتك عوادلي، كلها ابطال يعني ما شاء الله. برافو يا عوادلي، نورتوني والله بجد. حبيبي يا سلطان، ميرسي ليك، وكانت فقره جميله جدا. ربنا يخليك حبيبي، قبل اكيد في فقره ثانيه ان شاء الله يا حبيبي. حبيبي انا نورتني يا زاك، ربنا يخليك. ونخرج لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.